هاخد بس لواء طارق نص مدير امن اسيوط كان معنا بالامس. سياده اللواء اهلا بيك. سياده اللواء خير مساء كده. مساء الخير سياده اللواء. يعني دخل معي ايضا اثنان من المدرسين بالاضافه الى الاثنين اللذين تحدثا بالامس يؤكدون جميعا انه لا في اطلاق رصاص وتخويف وانه الامن متورط في عمليات الغش لان في ابناء ضباط وابناء ذوي نفوذ ومحاسيب داخل اللجنه والبداري تحديدا امبارح بعد ما خلصت الحلقه لقيت بعض الناس العاديين بيقولوا كنا ننصح عاوز ابنك يجيب مجموع كبير في الثانويه العامه وديه البداري لانه الغش نمط حياه هناك ومع ذلك حضرتك مصمم على النفي. بيقول المخبرين بيدخلوا بينطوا من على السور ويدخلوا الامتحانات للجان. اتفضل يا ست لو. اولا سعادتك مفيش ابن ضابط بيعمل في المديريه في مدرسه البدائي. بيعمل في المديريه لكن ممكن يكون ما بيعملش في المديريه. ممكن يكون من اولاد من ابناء البلد وده حق مشروع ان ابنه يمتحن في المدرسه لان دي بلده. هنقلهم في بلد ثاني علشان ده ابن ضابط شرطه من اهل البلد. لا انا دلوقتي لا الو انا بتكلم عن انه لما يبقى في غش في هذه اللجان تحديدا والناس تقول يا فندم انا ماليش دعوه داخل المدرسه انا ليا الامن خارج المدرسه وانا قلت لسعادتك امبارح هو بيقول في النار كانت خصومه فعليه بين عائلتين وتبعد عن المدرسه بحوالي 3 كيلو. خلينا اسمع له بقى لان هو اللي استمع لاطلاق النار. خلينا اسمع له واسمع تعليق حضرتك. اتفضل يا استاذ. الو سامعني سياده اللواء معايا بيقول مصمم على انها كانت خصومه ثاريه امام اللجنه ومفيش اطلاق رصاص. يا سيد الفضل هو كل يوم في خصومه ثاريه الساعه 10 الصبح. احنا ناس صعايده عارفين ان الطار بيكون بالليل عشان ما حدش يشوفك لكن لما تمشي فاكر لي موتوسيكل وبندقيه قال كده وتمشى رايح جاي كده عامل لي اسد قدام ملاحظين المساكين. طب يعمل لي ملاحظه يمسك لي بندقيه قال الثاني كل يوم يتمشوا بموتوسيكلات. نحن هنا ملاحظين اللي يفتح بوجه يعني هيكون مصيره حاجه وحشه. يعني اللي هيمنع الغش واللي هيعمل حاجه اهو السلاح هو موجود. بيتمشى بالبندقيه رايح جاي. سياده اللواء اهو استمعت بيقول لك في طار الساعه 10 الصبح كل يوم. يا فندم يا استاذ وائل قدام المدرسه في مجموعه قتاليه واقفه قدام المدرسه. واثنين ضباط ضابط نظام وضابط مباحث واثنين مخبرين سريين وعدد من الافراد الشرطه تامين المدرسه من الخارج. وهل يعقل ان احنا هنشوف واحد شايل سلاح وهنسيبه؟ مش ممكن. طب هل المدرس اللي انا باتمنه اربعه من المدرسين باتمنهم هيكذبوا ليه يا سياده اللواء؟ انا ما اعرفش بقى سعادتك هم ايه قصدهم. يا ياسين انت بتكذب. من العوامه للمدرسه ومن المدرسه للمحطه الركوب تمام لان في ناس بتيجي من غرب النيل من طمه ومن ضهضه بتروح ابنوب وبتروح في البراري فبيعدي اكيد على العوامه. لا انت بتشوف السيد اللي هو بيقول في ضباط في قوه كبيره من الشرطه امام اللجنه. هو في حل كبير حل جذري للموضوع ان اللجنه كلها تتنقل مثلا على مدينه اسيوط نفسها مش في البداري نفسها على تتنقل طيب. مدينه اسيوط. انا عشان بس اغلق هذا عشان استقبل بتوجه اليكم جميعا بالشكر سياده اللواء مدير امن اسيوط لواء طارق نصر الف شكر. استاذ جمال عبد العال متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم الف شكر. الاساتذه الذين تحدثوا الف شكر. الذي ينكر انه مهزلة الثانوية العامة هذا العام وانه التعليم في مصر بينهار بالشكل اللي احنا شايفينه الحقيقة هو نفسه اللي يمكن ان ينكر انه النيل فيه مية لانه الغش في كل المحافظات وحتى لو اغضب ده بعض العائلات لكن اللي هيبنى على غش لو ابنك هينجح بالغش وبالغش الجماعي بهذا الشكل ده يؤدي الى انهيار بلد. الدول بتقوى بالتعليم يعني المانيا
هي القوة التصديرية الأولى في العالم. ليه؟ لأنه عندها أقوى نظام تعليمي في العالم. فإحنا لما يبقى عندنا أسوأ نظام تعليمي في العالم فيبقى مكاننا فين؟ بشكر الزميلة شيماء أبو المكارم اللي انفردت بهذه المشاهد وهذه اللقطات، وانفردت أيضا بالتسجيل الصوتي اللي شفناه، أم بتملي الامتحان لبنتها. التعليم أصبح شوشو. تعالوا نشوف